عادت لا ولن ينسى. في مشهد استراتيجي يجسد معاني الشراكة الاستراتيجية والتطلع نحو المستقبل، شهدت العاصمة الاقتصادية مساء يوم الثلاثاء بفندق أونومو توقيع اتفاقية تاريخية بين دريش تحتان رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين وعبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. واعتبر دريش تحتان هذه الاتفاقية بأنها يوم فارق في تاريخ الإعلام الرياضي الوطني. وتابعت الصحافة المغربية هذا الحدث باهتمام كبير، حيث تصدر أخبارها الأحداث أنفو لنشروا الخبر وكتبوه العصبة الاحترافية وجمعية الناشرين تتحدان لإنهاء الفوضى بالملاعب. أما بالنسبة لزنقة 20 فكتبوا في الصفحة الرسمية ديالهم اتفاقية تجمع العصبة الاحترافية وجمعية الإعلام والناشرين لرفع مستوى وتنظيم التغطية الرياضية بالبطولة المغربية. أما بالنسبة للبطولة فنزلوا في الصفحة ديالهم شحتان رئيس جمعية الناشرين نعيش لحظة تاريخية للقطع مع أساليب التسيب في الصحافة الرياضية. أما بالنسبة لصوت العدالة فكتبوا شحتان يؤكد أن لا مجال للمتطفلين في مجال التغطية الرياضية. نفس الشيء ينطبق مع الحدث، شحتان يقول لا مجال للمتطفلين في الإعلام الرياضي المغربي. أما فيما يخص الأنباء فنزلوا مقال تحت عنوان بالصور لحظة توقيع شراكة بين بلقشور ودريش تحتان لتغطية التظاهرات الكروية. وبالنسبة لـ 360 سبور فنزلوا في الصفحة ديالهم مقال بعنوان Un accord de partenariat portant sur l'organisation de la couverture médiatique des événements et des matchs de football a été signé mardi soir à Casablanca entre la Ligue nationale de football professionnel et l'Association nationale des médias et des éditeurs. ومن جهة أخرى 20 دقيقة نزلوا في الصفحة ديالهم اتفاقية شراكة تاريخية تجمع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لتنظيم التغطية الإعلامية للتظاهرات الرياضية. وبالنسبة لا كوتيديان فنزلوا في الصفحة ديالهم مقال بعنوان Football, accord de partenariat entre l'Association nationale des médias et des éditeurs et la Ligue nationale de football professionnel. وفيما يخص جورنال ماروك إبدو فنزلوا أن أرتيكل بعنوان Un nouveau partenariat a été scellé mardi 10 septembre à Casablanca entre la Ligue nationale de football professionnel et l'Association nationale des médias et des éditeurs. وفي الختام كاش 24 نزلوا مقالة بعنوان توقيع اتفاقية شراكة بين بلقشور ودريش تحتان لتغطية التظاهرات الكروية. وختاما لا يسعنا إلا أن نرتقب بلهفة الآفاق الواعدة التي تفتحها هذه الاتفاقية، وهي ترسم ملامح مستقبل إعلامي رياضي يتأهب ليكون في قلب المشهد العالمي حاملا على عاتقه أمال أمة وطموحات أجيال وروحا لا تعرف الحدود في عالم التفوق والريادة.